وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم له موهبة الفنية أمجد الصلوي. أهلا وسهلا فيك أمجد معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم. شهر كريم عليك وعلى أحبابك. علينا وعليكم إن شاء الله. الله يخليك أمجد. أمجد طبعا معنا مجموعة أسئلة ببدأ فيها بعد ما ننتقل إلى الأسئلة اللي نتعرف فيها عليك بشكل أكبر. مستعد؟ إن شاء الله. نبدأ كالعادة، أوصف نفسك بكلمة. متفائل. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك وإنستغرام. أجمل مكان زرته في حياتك؟ جوا الهند. مكان تتمنى زيارته؟ إن شاء الله مدريد. إن شاء الله. شخصية تتمنى مقابلتها؟ بيل جيتس. ومجال دراستك؟ أنا خريج هندسة اتصالات وإلكترونيات. جميل. طيب الآن نتعرف عليك أكثر، من هو أمجد الصلوي وكيف كانت بدايته مع الفن؟ بدايتي كانت بالمدارس بالإنشاد تقريبا من صف ثالث ابتدائي. ايوه. وبدأت يعني موهبة عادية مع الشباب بالمدارس يعني بشكل طبيعي. بعدين؟ وبعدين يعني تطورت، كان في عندي مدرس موسيقى بالمدرسة، فكنت أطلع أناشيد حفلات سنوية بالمدرسة وكذا صقلت الموهبة حقي يعني تقريبا البداية كل الفنانين في المدرسة. طيب من شجعك في بداياتك؟ بالضبط الوالد والوالدة وأخواتي وأيضا زملائي وأصدقائي. يخلي أبلك. طيب أول أغنية غنيتها؟ آمين. ما أتذكر بالضبط بس تقريبا كانت عن فلسطين. قد جربت تغني أغاني خاصة بك؟ لا والله للأسف، بس إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله. واللون الغنائي المفضل عندك؟ ما في لون محدد، يعني اليمني وبرضه طربي أكثر من لون. جميل. نروح نسمع لك أغنية الآن ونرجع إن شاء الله. فوقنا خل فوق يا ما فوقنا خل فوق ما أدري لا ما خدك يا ما أدري القمر فوق والله ما ريدا باليني بلوى فوقنا خل فوق جميل جدا. طيب أمجد من هو الفنان المفضل لديك؟ برضه ما فيش فنان مفضل، في أغاني مفضلة لفنانين. جميل. طيب أنت مغني أو فنان، هل تعزف على آلات موسيقية أم تكتفي بالغناء؟ أتمنى أن أنا أتعلم الجيتار وغيره من الآلات الموسيقية، بس حاليا أنا بدأت بالجيتار أتعلم. جميل. طيب كفنان لكن مش متمن. طيب عادك في بداية التعلم، بنشوف لك مقاطع بالضبط. يعني نتوقع نشوف لك مقاطع تعزف فيها وتغني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طيب أنت كفنان كيف تقضي وقتك في هذا الشهر الكريم؟ والله غالبيته أناشيد يعني برمضان. أيوه. وجلسات مع يعني إحنا بالغربة. ليش عندك موقف من الأغاني في يعني رمضان؟ لا بس غالبا الصباح ما نشغل شغاني. لا انا اقصد انت كيف تتدرب في رمضان تغني، ولا اعتزلت زي ما قلت تحولت الى الاناشيد فقط؟ لا 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 اغني طبيعي، اغني طبيعي بالليل نغني والجونا طبيعي يعني. في النهار ما تغنيش؟ في النهار اناشيد. طيب. اتذكر ايام المدرسه وايام الثانويه والاعداديه. جميل برضه. طيب انت تكلمت عن الغربه، بسالك اذا قارنت بين رمضان اليمن اليوم اللي تعيشه ورمضان القديم، كيف فين الأجمل؟
والله في فرق بس مش فرق كبير. يعني تقريبا الفارق هو وجود الأهل فقط. يعني لو أسألك أرجع أسألك أكثر شيء افتقدته في رمضان اليوم هو وجود أهلك. الأهل. الأهل فقط. جميل. طيب آخر أعمالك اللي اشتغلتها؟ ما في شيء اشتغلته معين. كنت مكرس جهدي على الدراسة ولكن مش بكثرة، يعني سويت تقريبا 2-3 بس ما أنشرها. يعني أنت قلت مركز على الدراسة غالباً بث مباشر بالضبط. طيب إذا خيروك في يوم ما بين العملي حقك في التخصص والفن، إيش ممكن تختار؟ تقريباً العملي والفن بأخذها مع هواية. الشغل يعني. هواية جميلة. طيب طموحك بالضبط. طموحك العملي وطموحك الفني لإيش تشي توصل؟ إن شاء الله بخلص ماجستير. جميل. ببدأ بالماجستير وإن شاء الله أبدأ أهتم بموهبتي وأحاول أوصل صوتي للناس بشكل أكثر. جميل. طيب طالما إحنا استضفناك كفنان، إيش بتسمعنا في آخر اللقاء؟ إن شاء الله أغنية لعمر العزكي. يلا تفضل. أربع سنين وأربع وهذه يا حبيب التاسعة، إن عادي ترحمني وإلا رحمة الله واسعة. أربع سنين محروم حزين عايش مع الليل الطويل، أتذكر المحبوب ألي والدمع على الخد يسيل. إيه 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 إيه. والطربي؟ مش محضر حاجة. طيب لرمضان؟ ممكن أضيف أغنية ثانية بس مش لرمضان. اتفضل. سلامي مني عليكم وحبايب، ألا وحبايب، يوم الهنا باتيقونا للحسيني، ألا يا حمام الحين غني. حيا بكم بنسوي كل واجب، نعم كل واجب. حيا على راسي احبابي وعيني، الا يا حمام الحين غني. الله. الموهبه الفنيه امجد السروي، اشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق في العلمي والفن. شكرا لكم. شكرا لك. ان شاء الله.